السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والسرور بعد ما طقموا الكراسي. أقولكم اليوم بتي ما أبين ظلمي كنا. أقولكم اليوم إذا الله راد خير. أقولكم اليوم إذا الله راد بسير دبي إن شاء الله على الضحى العالي الساعة 11 ونص. غداي بيكون في إمارات مول في مول الإمارات، وبتمشى وبحوط معي من الخير، والساعة 3:00 عندي موعد في مكان مميز وفي مكان فنان، يعني بيفيد فئة كبيرة من البشر والمجتمع ذكور وإناث إن شاء الله. بتكون سيرة خفيفة وفنانة، بتمشى وبعي من الخير، وإن شاء الله يعني صليت المغرب في دبي أو أني صليت في أبوظبي. العلم عند الله. البارحة كان يوم لا ما كان شيء، سنابات كان يوم عائلي، ظهرت الضحى من الشويهات وصلت أبوظبي، قيلت وتغديت وقيلت وعينت من الله خير، بين اللذانين بين المغرب والعشاء سرت الجيم وتمرنت ورديت الباحة من وقتي ولست ويا الأهل ورقت من وقت البارحة، واليوم ماخذنها راحت. صلاح يتريى خاري هو يا محسن ما نزلت لهم. بشيركم 90% انها توافقت اوراق تسمونه اسد، وافقوا على الفيزا مالته، وان شاء الله الاسبوع الجاي بيسافر صلاح امريكا ان شاء الله. اذا الله راد بيصير هيوستن، بنشوف كم بيجلس على حسب رغبة المهندسة حصة بنت احمد الخالدي هناك في هيوستن. العلاج متولها على صلاح، فان شاء الله صلاح بيوديه بيصير هو ويا هريس، هب هريس شو اسمه، ويا هذا ويا اسد. ونحن انا اعتقد بلحقهم بعد اسبوعين، عندي التزامات لين شهر 4 لين اوائل 4 13 او 12 4 عقب ان شاء الله انا بلحقهم بسير لهم هيوستن بين اسبوعين ولا 10 ايام هنا من هناك عاد الله العالم. بسير ولاية من الولايات الشيء الله اعلم، مدة 5 أيام 10 أيام وبرد، بيكون وصل رمضان وكل سنة وانتم طيبين. وفي احتمال من هذا كله ما شيء يستوي صلاحيه إن شاء الله، لكن بالنسبة لي أنا في احتمال من هالأمور اللي قلتها كلها ما شيء يستوي، لأني أنا شوري هب عندي في احتمال تسوي سيرة لندن. العلم عند الله، الحين ياسين يسوون لي برنامج هناك في لندن، فما أدري هل أنه بتفق وياهم ما بتفق، العلم عند الله بعدني يعني ما خلصت. لكن الشيء اللي انا اريده بسير على اختي حصه، ما شفت تحينه من كذا شهر يعني، وهي تحت العلاج، وبزور بعد اللي هناك يتلقون العلاج في امريكا، واللي الله كاتب ان شاء الله بيستوي. العلم عند الله يعني. اي والله. وين ار يو؟ I'm putting the breakfast. My breakfast there? Yes. Ready? Yes. Thank you. ما شاء الله. Show me. يا ربي. New color? Yes. ما شاء الله. You know the بنك؟ بنك. البنك. No, بنك. 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 Exactly the same بنك. بس ما بي هذا زين، ما بي كرم. لا لا والله زين. زين. Why you don't leave it? Look at her. Look her. Look من الحناية. Very. Why ما قناية كيف؟ Good. Make. Tall hair. She did it pay me. Who? Me. I make, but she did it pay. Other kinda. You make for her? Yeah, but kinda. Hey, give her money. I already paid. When? تعالي. Come. We call all the Adama to ask what he didn't give you. Kora, how much is this? How much you give her? شو الله، good hair. How many days you make her hair? Two days work. But you don't know to arrange. That's why it looks shiny. Huh? You have to arrange it nicely and to put spray to make it shiny. You don't know. Look, there is too much work for arranging the hair. Leave this one alone. Inshallah. You know what? Huh? Like you are Kandama to be smart. نسك خلاص. We will take her back to her country. عليكم السلام. ها شو اخبار؟ وين ارباب؟
أقولكم صلاح أبوي طاحن عمره بسبب التأخير. الريوق ماذا هو الريوق؟ أشوف شاي. يلا عاد شاي نحلع. وهذا خبز مال مال هل المغرب نمونتين. وهذا فول مسوي لنا محسن حقي أنا، أنا متهلع على فول ولوبيا الحمد لله. السلام عليكم. تريكت لو بعدك؟ ادري ادري تريكت لو بعدك؟ لا تترياني؟ ايه. زين وين الحبه؟ وين صباح الخير يا اخوي؟ شو ياك؟ تمام. اول حبه من الكبار بعد صلاح. قلت لهم انك بتسير امريكا. ايه. ان شاء الله حبيبي الاسبوع الجاي نسوي تجهيز طالع الطريقه وكيف. لا لا اول نقبض الجواز، اول نقبض الجواز. لا شو معاه منو؟ اسيد. انا هو كله تبا. لا اسيد. كلهم الدريه اللي بيسيرون وانا بسير كله بنسير بوصل كل مطار. زين؟ ثانك يو. مبسوط؟ ثانك يو امريكان امبسي فور جيفينج اسد فيزا. فيزا. ثانك يو. شو صلاح؟ منو؟ زين اللي بالك مثل انت؟ ليش تصغر على محسن؟ والمو ما يخص ما يخص. يلا عاد محسن بتشيل عنك ليش طايحه انا؟ اهدى قول ايه؟ شيد اهدى قول هدي. صراحة بتودي وياك امريكا؟ لا بنور. ليش؟ عادي ما يودهم يعني يقول لك. شو يقول شو يقول لك؟ هي معانا ولا مش هيجي معانا ولا مش هيجي معانا؟ ليه؟ متى بتسافر انت؟ صلاح انت تحات يا حين منو بيوديك المطار؟ السفر بعد اسبوع الجاي لا قطعنا التذاكر لا يعني شو متلاحج انت؟ ها؟ عارف نفس مشكلة انت مشكلة مشكلة كبيرة. زين يلا. جيد. صلاح نسيت ولا هديت؟ جيد. أنت شو يا استعلم أي كلمة؟ أقول إيه؟ هديت؟ جيد. أنسى أقول إيه؟ نسيت؟ جيد. زين عد لي من واحد للعشرة. قول بقى تاني. إيه أقول إيه؟ جيد. هديت؟ جيد. أنسى أقول إيه؟ نسيت؟ جيد. أيوة كده. يلا. بس. إيه أقول إيه؟ جيد. إيه لا أهدى هديت. جيد. وإيه أقول هديت؟ جيد. انت اقول ايه؟ جيد. نسيت؟ جيد. صح صح. زعد لي واحد اثنين ثلاثة. ايه ده اقول ايه؟ جيد. لا هديت. جيكس. ايوه انت اقول ايه؟ سديت. نسيت؟ جيد. مش تنسيت. نسيتني. ايه ده؟ لا ده 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 بيه. ده ايه لحظة مين؟ استنى ده ايه؟ ابيض. لا بني. بني. ايوه كده. وده؟ شاي. ده لا اللون اللون. ابيض اصفر اسكلا ده ايه؟ سيد. نسيت مين؟ اسود. نوم. اسود 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 اسود. ايوه كده. ده ايه؟ قاية. قحلي مين؟ بيج. ده بقايا. ده ايه؟ سيد. نسيت برضو. جايين تبع كريستال عصفور. ليش ياي؟ جايين بس عشان نشوف الاول نعاين نشوف المكان نشوف الهوك راكب مظبوط ولا لا. زين نشيل الطريه ولا لا ونشوف هنقدر ازاي الفني يقدر يشوفها ويركبها مظبوط سقالاته مظبوطه يقدر يحدد ايه اللي هيعمله بالظبط يوم التركيب بحيث ان لما يجي يشتغل على طول مره واحده عارف هيعمل ايه. زين ماشي مشكله. كم بياخذ هذا وقت؟ لا دلوقتي على ان هو يشيك المكان ما بياخدش اكتر من 10 دقائق. زين ومن تشيكون وبعدين التركيب يوم التركيب باذن الله تكون عارف هيعمل ايه يجهز السقالات بتاعته. نعم. ويبدا يشتغل باذن الله. تيم ركبه جاهز ولا تشدونها هني؟ لا لا بتيجي تتجمع عندك هنا بالبيت. تجمعنا هني. صلاح تعرفه هذا منو؟ صلاح ها ما كريستال المدينه هذا هيك مال الوكيل مال كريستال عصفور يعني حمام هي اللي بيركبون ثريا في النص في الدري هني هي الدري في بيتنا مراونك مخبرنك من قبل. تلم شكرا صلاح. سلام. خاطري بصور لكم اياها المقمش هذا يسمونه مقمش المقمش هذا عمره ما يقارب
70 سنة 80 سنة هذا القماش الأولي الحر، قماش حر شتش باكستان، لكن القماش قماش حر، قماشنا نحن قماش الخليج، هذا قماش حر ما بزراعي، لكن الشتش شتش باكستاني، عمر العقد هذا ما يقارب 70 إلى 75 سنة مال حياة ماي الله يرحمها، وطلع في الورث من ضمن اللي حقنا نحن سبحان الله وجميل. وبين فترة والثانية أعزر على محمود تلبسه وأروح في ريحة أمي، أروح في ريحة أمي، أروح في ريحة أمي، أروح في ريحة الجنة، أروح في ريحة الجنة الله يرحمك يا عوش بنت سعيد بن أحمد بن خالف بن خدي القبيسي، يعني جت الجنة أنت وأموات المسلمين أجمعين سبحانك يا رب. واللي خلاني أصور إنه ما بش من المجوهرات العادية، اللي خلاني أصور إنه شيء قديم وايد وما شيء منه، كل بيت ما يخلو من صيغة قديمة أو شيء يذكر بالماضي أو سيارة أو يمتلك شيء. نحن الله ملك الحمد نمتلك فضل من الله سبحانه وتعالى، نمتلك الستر ونمتلك العافية ونمتلك الرحمة اللي في قلوبنا اللي أبرك عن كل شيء في الدنيا العودة. منظ منهم دوم يطري علي أشياء ما يروحها يعلها الجنة، فأحب أشوفها، فلذلك حاولت أني أنا أخذ أشتري النصيب مال إخواني وخواتي وخليته عندي حق هالبيتي، وحب أشوفه عليهم أروح ريحة أمي فيه يعلها الجنة. أحد من العرب يخيرونه يقولوا له شو تبى شو تريد، يعني الأشياء هاي اللي تابع لأمك أو تابع لأبوك وين يودونهن، هل تبونهن بيع في المزاد في وقت المواريث، يعني حد يتنازل حق أخوه حق أخته حق أمه حق خالته حق يد اللي هو. أنا عادة من النوع اللي ما يهون علي هي أغراض حياة الماية، فحبيت أنهن يكونن عندي وأشوف، لأني كنت لصيق بهي على هالجنة من يوم أنا طفل، لدرجة اللي ربت عيالي أم محمد، أنا ما ربيتهم عيالي لمدارس معلمهم وخبرهم، أنا كرست حياتي كلها في سير ويي ويلسة تحت ريول هيئة لهالجنة الحمد لله رب العالمين. وهذا الفضل اللي أنا فيه وهالنعم وهالخير هذا كله يعني من فضل الله سبحانه وتعالى ومن بر الوادي، لأنك مهما تسوي في حياتك الدنيا ما توفي نقطة من محيط من برهم، ما تقدر تعطيهم شيء مقابل اللي يسووا لك إياه، لو تجلس طول حياتك تكد وتربع حافي ومنعل مستحيل. فلذلك الشراغة والراحة اللي أنا فيها النفسية والرزق هذا كله من عقب فضل الله من بعد بر الوالدي الحمد لله رب العالمين. انت تغدى هو بروح دبي الحين بعد شوي بعد ساعة انا واحد شوية وين بسير بدرية بس بيتكون بدرية بس زي الله يحفظك سلم على بدرية الخشم ان شاء الله. شو يبي في الدوري هذا انتو شو يبي فيه ها شو ورق عنب. شكرا صلاح مع السلامة إلى اللقاء. صلاح تعال تقولكم حصة لا تيبون ثياب كل شيء هي مجهزت لكم هناك كل شيء حتى أنت صلاح لا هناك هي بتأخذ لكم دندن ما عليك دورتين ثلاث والباقي كله هناك بياخذوا لكم شيء جديد كله جديد. ايه بنت احمد بعد هاي والاجر على الله تقولها شكرا مدام حصه ايه شكرا دبي ان شاء الله حبيبي هذا العقبه موت انت على دبي لا يا خديه بس يبي تخلو خديه ان شاء الله حبيبي ان شاء الله يلا تعال صلاح شايف يعلك
أقولكم هاي البطاقة هي تني دعوة من السعودية، من المملكة العربية السعودية، المعرض الدولي السعودي للطيران. مخبرنكم قبل أسبوعين ثلاثة إني أترية توصلني الدعوة، قلت لكم وصلت الدعوة بصورها بخبركم. هاي دعوة المعرض الدولي السعودي للطيران، قطاع الطيران والفضاء، 13 و 14 مارس، مطار التمام الرياض، المملكة العربية السعودية. أسبوع هذا إن شاء الله أنا بسير بحضر الله يحفظكم، يومين، يوم الثلاثة ويوم الأربعاء إن شاء الله. يوم الثلاثة بطير وبحضر اليوم الرسمي الافتتاح، بيكون تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود أمير منطقة الرياض إن شاء الله. فبيكون معرض مميز، والله يبارك لهم ونحن قبلنا الدعوة، وإن شاء الله إذا الله راد أني بسير الرياض يوم الثلاثة، بين الثلاثة والأربعة. الفندق عاد والله ما أتذكر شو اسمه، طرت شو لي اسمه، شو اسم الفندق، وسكني بيكون في فندق الفيصلية في الرياض. ما أدري بعد هل هو بعيد عن المطار، ما ببعيد عن مكان الحفل، علم عند الله. المهم وصلت إمارة دبي الحبيبة وخطر علي هالموضوع، كل البضاعة إن قلتها نقصت، إلا الكلام إذا قلبته زاد. كذلك هي المسجات والفيديوهات والأشياء السلبية اللي مش لصالح لا العباد ولا البلاد. أي شيء بيجيك تحس إنه فيه تعليق مسيء أو فيديو مشين لك أو لبلادك أو لبلاد ثانية، صاحب، صديق، شخص ذو مركز، فيديو تعليق خايس ما له أي معنى، إذا أنك أنت نشرته كأنك أنت ميامل، والميامل على سواد الوجه كأنه لي فاعل. الإنسان اللي يامل على سواد الوجه كأنه مسود وجه، سواد الوجه والعياذ بالله هذا نوع من أنواعه. إذا أنك أنت تشارك بنشر الأخبار المشينة والشيء اللي مبزين، عبارة كأنك أنت تيامل وتيوزلك المواضيع اللي تنشرها. هذا أولا أنت تكسب الأثم، وثانيا تكسب القرقعة والصلاة والديانة. أي فيديو مبزين وما يازلك، مجرد أنت ما تكتب عن تعليق، عبارة كأنك أنت تشبيت أبوي قلن قاز على الفيديو هذا ولبكته. شوفوا اطمشوا سمعوا، تشهر به تشهير، هذا اسمه تشهير، هذا روح يعاقب عليه القانون. انك انت تنشر فيديو مشين لشخص او لبلد او لإمارة او لدولة او لمدينة او اي شيء مشين، هذا كأنك انت تشب قلنقاز على دعن وشاب عليه قلنقاز. شو خليت؟ احسن شيء مثل ما قالوا هل الباطنة، اترك الذنب ولا معانق التوبة، اترك الذنب ولا معانق التوبة. أي بما معناه بدأ ما تجلس أنت تظهر أمور شرق وغرب وتزيد، وهذا يودي وهذا ييب وهذا يسمع وهذا يحط وهذا يزيد، إن شاء الله حاد إنك تحمل عمرك آثام فوق آثامك، تحمل عمرك تقول يا يني ونشرته، لا، عبارك أنك تخوض ويا الخائضين. هذا أبوي مصيره في الدرك الأسفل، هذا يوصل صقر، صقر مقر الصقر. هذا الإنسان اللي هنمونه اللي يقول والله ياني ونشرته، هذا عبارة شو؟ يخوض مع الخائضين، هذا أبوي مستقر صقر، ما يباله كلام لا تسير ولا تي. أي رسالة بتيك أو أي فيديو تحسبه فيه خل في عيب، في منقود، في أثم، خلي يوصل عندك وينتهي، خل أبوي دليت دليت سيدة، لا تودي لا شرق ولا غرب، حتى لو بتندب حق فلان ولا علان ضحك فلان، هذا أنت شو بيبدك؟ والله ما يبدك إلا الأثم، ما حد يكود على عمره آثام. آثام أنت حنياك هذا الشيء وأنت ما بيايز، وتدريب أن هذا حرام، وتدريب أنه مبزين، تدريب أن هذا يشوه سمعة بلد، إمارة، مدينة، شخص، وزارة، دائرة، حكومة، أي شيء يشوه سمعة الآخر
أو تحس إنه وراه أثم، هذا لا تظهره، خله من ابتدى وين وين يا عندك ينتهي مرة، هذا دفنه هاي الساعة. إحنا بنت بطنك ترى شال العيش ولحم ما يرمش شيء آخر ما يستوي، ضيع عندك لا دمي. أي منا أي كان منا من الأوادم دخل على الواتساب أو تويتر أو إنستغرام أو يوتيوب أو أي مكان في معلومات عامة، شاف شيء مشين، شيء سيء، الفيديو هذا محتواه شيء مبزين، شيء مبزين لجلك أنت أو لجل صاحب صديق بلاد لبلادك، هذا لا ترد عليه، لا ترد عليه، لا تحط أي تعليق. وايد ضروري لا تقابل الإساءة بالإساءة، بلغ على الفيديو بيمسحونه، بيمسح من البرنامج. لكن إذا علقت عليه كأنك أنت تصب قلن غاز على دعن، بينتشر تعليقك بينشر الفيديو، لكن تبليغك بيساهم أنت واحد واثنين وثلاثة وأربعة من يوصل عدد معين على تبليغ أي فيديو مشين لك أو لبلادك، هذا بيساهم بمسح الفيديو من الموقع، هذا أخير من أنك تنشره وتحط تعليق مشين وبتلبق الدنيا ضو. فالمراد فهمه أن تعليقك المسيء يساهم في نشر هالفيديو. المراد فهمه واللي أباكم تفهمونه مني أنا أنه أي فيديو يجيك وهو ما بيعزل لك شيء، أداة بلاغ فوق الفيديو تكون أو تحته، سواء كان في تويتر أو في إنستغرام، إذا أنك أنت بلغت وبلغت أنا وبلغ زيد وبلغ عبيد بيمتسح هذا الفيديو المشين من الوجود. لكنك أنت إذا علقت تعليق سلبي أو إيجابي، هذا أنت عبارة أنك أنت تزيد الهرموز ملح وتبا ينتشر. شكرا جزيلا. وصلنا الله يحفظكم مول الإمارات، بنتمشى بنعيمنا الله خير بنحوط وخلاف، بنخبركم وين سايرين وين العنوة وليش نحن عانين لإمارة دبي الحبيب. أول متواجدين، السلام عليكم. السلام ورحمة. شو اسمك عادة؟ علي البنا. والله مليون مرحبا أبو حسن. شو جاي تاخذ؟ جاي طالع أشوف الشرع شي يازل؟ لا بعدني ياس أشوف. زين شوف على راحك. الله يحفظك يا علي. شو ربوي حمدان علينا، حمدان مزروعي، سلام عليك. السلام، كيف حالك؟ عافيك. شار علينا ابوي نتغدى، نحن موعدنا باجي عليه ساعه، فحين قال ابوي احسن مكان تاكلون مطعم صيني. مطعم الصيني هالعالم هيو. كلها فيه نزيش عليه، ماشي مشكله. فيينا حين الله يحفظكم، بناكل ان شاء الله في مطعم صيني، بنعيمنا الله خير و برد بنربس خلاف يوم بنوصل المكان اللي خبرتكم عنه. تعال انا ما خبرتكم وين سايره، تعال الحين انت تعال ياي. اقول لك متلاقين اخر ودي في رمضان، في رمضان والعام بعد في رمضان، في رمضان ما نتلاقى غير في رمضان. سبحان وين الله. العيشه وين ساير، وين رايح؟ لا من اول هو كذا. يا سلام. رقم واحد. هاي دبي ابوي، هاي دبي نمبر 1، كل شيء فيها نمبر 1. أقول لكم على هالأساس حاطين دبي جائزة، مثلا اللي بيتفوق في جامعة عندهم في أوروبا أو بيسوي شيء مميز أو ينجح في مهرجان أو يعني أي شيء مميز وحد يجيب فيه شارة ولا رقم ولا بيطلع من الأوائل، قالوا له والله بنخليك تسير دبي، الجائزة تحفيزية خليك تسير دبي. يلامون بالله عليكم، ما يلامون، بلاد عليها رضوان من الله، إمارة جميلة في دولة لها حنة ورنة في مجال الثقافة والعلم والطيب والأخلاق والتسوق والأصالة شو بقولكم، بلادنا بلاد عليها رضوان من الله. يا رب العالمين تحفظها من دار، بلد القانون، بلد التكنولوجيا، بلد الطب، بلد كل شيء فنان، بلادنا، اللهم لك الحمد. هذا موقعنا اللي نحن فيه، شاهد هالمكان الفنان وعلى هالشارع الرئيسي اللي وديك سيدة أم سقيب، يوم بتلبع الطرف هذا حدائق محمد بن راشد. نحن جايين أبوي هذا مركز بزرة جراحات الأنف، زراعة الشعر، جراحات التجميل، هذا المكان اللي نحن عانين عسبه. يلا
بي ام سي مركز بزر الطبي، يوجد لهم مقر الرئيسي في لندن والمقر الثاني في دبي. سنة 1963 كان موعد تأسيسه في بريطانيا. السلام عليكم، كيف حالك؟ السلام عليكم، كيف الحال؟ يا ابوك حتى اللي ما له حاجة يبيه هالمكان مزينة، يلق بكبرة. موقعهم جميل، وما ادري غير المونة، تحس كأنك كذي جاي هالمكان أكثر عن 100 مرة بدال المرة، يعني تحس بحميمية، تحس كأنك مكان تعرفه كذي مسير عليه من قبل، كذي جاي لنا أكثر عن مرة، كذي جاي لنا أكثر عن مرة 100%. أي إنسان يجي هالمكان بيحس نفس اللي أنا حاسس إنه الحين. عندهم تخصصات عديدة، من أهمها اللي أنا عاني عسبها عمليتين، اللي هي عملية زاعة الشعر ومن ثم عملية تعديل الأنف، تجميل الأنف، عمليات تجميلية للأنف، وعمليات تجميلية وايدة عندهم، لكن أهمها اللي أنا متعني عسبه اللي هن عمليات تجميل الأنف، لأن الأنف شيء رئيسي في جسمك يا الإنسان، والأنف واجهة الرجل مثل ما الشعر واجهة المرأة وطولها وعلمها وخبرها. يا أخي ريان وايد ضروري خشمه، هي نعم خشم الريان وايد ضروري، وخشم الحرمة وايد ضروري، من الأشياء الضرورية اللي الناس وايد يعني تميز شخصية الشخص اللي قدامك أنت، شخص من تشوفه أول ما تبرج بطوله وخشمه، أول ما تبرج بطوله وخشمه، يعني ما طالع لا شرق ولا غرب. براني أصورك؟ أنت ما شاء الله عليك أنت فنان. أنت الحين أنت فنان، ويقولون لي الحين أنت صبر صبر صبر، الحين أنت مزارع؟ إيه نعم. تمزح؟ ما شاء الله عليك، اصبر صبر خليني اطالع. شوف يا ربي لو سنقحه كان قول والله راويك. الله لي راويك، والديك راوني، راوني قبل وبعد، بنصور خلاف بصور ليه تبا الحين، بس راوني قبل وبعد بعد هم مصورين لنا جماعه بعد. نعم شوف شوف الراس، لا اله الا الله، براحه وزود، براحه وزود، ما شاء الله ملعب جول. شو رايك؟ كتشلي لو الكتشلي؟ لا لا كتشلي. وحينه؟ الحينه؟ هذا قدامك شوف اللايف. ما شاء الله يا سلام، خذ عنا خذ عنا خذ عنا. اسميهم تيملوا فيك. هذا يوم اقول لك الزين دانق والعدال دانقين، هو ما شاء الله عليه ما عليه قصيره. نعم. خشم وعين وطول وبشره وكل ما فيه زي، والحياه مجارين. يا غير كتشلي. فالكتله الله يسلمك تنقص 75% من الشكل، لكن يوم الشعر ما شاء الله بين الشعره وشعره شعره قديه رقم واحد. نعم هذا المطلوب. الله يحفظك ما شاء الله عليك. الله الله في ابوي الريال مقصرين ومقصرين. الله الله في سووا لابوي سعر مناسب وسعر زين. مقصرين. هاي الاخت العزيزه لبنه. أهلاً لبنه حاجة. مرحبا. اهلا كيف حالك؟ الحمد لله تمام. لبنه الحين شفتي عاد مثل ما شفنا الريال هذا وينه صار؟ زين اقول لك الحين الريال هذا صدفه اجتمعنا وياه عرفنا. زين فبدا قبل ما نتكلم عن تعديل الانف نبغي نتكلم عن الشعر، شو رايك؟ اوكي تودينا مكان نتكلم عن الشعر؟ اكيد تفضلوا. شكرا دكتور. ايوه الحين انت مسوي له العمليه؟ ايه بالضبط. متى تفضل تعال الحين دخيلك تعال دكتور. هاي احنا محصلين فرصه، متى سويت العمليه ومتى شو استوى كل هذا؟ بالضبط 27/7 تقريبا، يعني انت صلوا تقريبا 7 شهور. نعم. عامل العمليه طبعا احنا ما وصلنا للنتيجه النهائيه، ما وصلنا لنتيجتنا النهائيه، نتيجتنا النهائيه راح تكون افضل كمان بعد سنه، لانه دائما اي زراعه حق علي صوروني فيديو فنحن يعني الحين ما بالنهائي هذا هذا ممتاز، والنهائي راح يكون بعد سنه افضل بكثير ان شاء الله، والمرح بعد سنه راح نكمل له المرحله الاخيره من زراعه الشعر ان شاء الله. كم بنصور؟ يستاهل. النتيجه رائعه الان. نعم. وستصبح اروع ايضا بعد نهايه سنه، لانه اي زراعه شعر يعني حتى نحصل على نتيجتنا النهائيه بدنا سنه من تاريخ الزراعه، 6 شهور نتيجه مبدئيه وسنه النتيجه النهائيه. ما شاء الله ما شاء الله ولله الحمد، يعني واضح ما يبالك تماما. وان شاء الله بعد سنه بيكون بس لازم نشرح لها
قال تشرح له الابر. الابر وحين عند الدكتورة. وحين الناس عرفت سمعت تشرحين الابر. برد حق الدكتور الحين خلنا نربط الدكتور. زين الحين شو بتخبرنا عنه؟ كم استغرقت عمليته؟ طبعا عملية تستغرق تقريبا ما بين 6 ل 8 ساعات. هو هذا الرجال بالذات هذا تقريبا 6 ساعات اخذت عمليته. تخدير موضعي بدون اي الم. انتهت لله الحمد بنجاح تام بافضل عدد من البصيلات. وطبعا الاخ هون اتبع كافة التعليمات زراعة الشعر، واللي أهم كانت من ناحية العناية من ناحية الغسيل اليومي. وأهم شيء أنه متابعته لأبر البلازما واللي هي كانت علاج مهم ومفيد جدا. ما كمان ساعدنا بالحصول ما بعد العملية يعني طبعا مرة بالشهر لمدة 6 أشهر بدأ فيها بعد شهر من تاريخ الزراعة. واستمر بالفيتامين واستمر عليه لمدة 6 أشهر مرة بالشهر حتى حصلنا على هذه النتيجة الممتازة اللي أنتم شايفينها. ولحقت على عرض الفندق بعد سكنت هني. ليش عادة اللي بيهم من برا؟ من برا حجز فندق اللي هو عند مار سمون. من عندكم؟ إيه من خارج دبي نعطيه فندق من عندنا. أنا من دبي وعطوني. والله عطوني. واللي من أبوظبي ولا من؟ من أبوظبي من خرفكان الفجيرة. رأس الخيل. والله. معلوم. صعوبة عقب هذا شوي الدوار. زين زين زين. الحين دكتور نبغي ناخذ تور في المركز ما علي. دكتور كيف حالك؟ شو مشكلات كنت في هالمركز؟ كلكم حلوين ما حد عادي. هذا لبنى دكاتركم غاويين ممرات غاويه كل شيء زين. ما شاء الله عليكم. المركز هذا اللي تشوفونه مركز مش بسيط، يضم أكثر عن 150 موظف بين ممرض ونرس ودكتور جراح ودكتور عمليات. 150 له فرعين. المركز الرئيسي في لندن أنشأ الدكتور الاستشاري البريطاني بشار بزرة، والموظفين اللي موجودين مش من بلد معين، من جميع أنحاء العالم. الموظفين اللي عندهم أكثر عن 150 موظف من جميع أنحاء الكرة الأرضية، ما شاء الله عليهم. محمد أنت من الماركتينج صح؟ إيه صح. ليش قفت؟ تعال هني أنا سأل إعداد دارك. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. زين أستاذ محمد نبغي ندخل على الدكتور بشار. إيه تفضل. زين وهو حد عنده ولا نقدر ندخل عادي؟ لا فاضي تفضل. يلا شكرا جزيلا. عليكم دكتور بشار كيف حالك؟ الله يسلمك. كيف حالك دكتور؟ الله يسلمك. تفضل دكتور. بناخذ من وقتك 5 دقائق مش اكثر من 5 دقائق. دكتور سمعنا عنك الكثير وياين نحن حق شخصيه مسويه اكثر عن 45,000 عمليه تجميل، وهذا رقم وايد كبير في عالم شخص كدكتور. لكن ما شاء الله عليك انت قدها بقدود وما شاء الله عليك. يعني خبرنا عن شخصيتك. الحمد لله احنا في عندنا خبرة كبيرة في مجال جراحات تجميل الأنف وجراحات تجميل الوجه، وخلال 25 سنة الماضية اشتغلنا يعني شغل هائل، وصلنا أرقام قياسية عالمية. يعني تقريبا في الوقت الحالي ما حد واصل له، في بعض الجراحين وصولها بالسبعينات والثمانينات، لكن أرقام وصلنا لها حاليا ما حدا وصل له. طبعا هذا كله بناء على خبرة كبيرة في هذا المجال، خبرة كبيرة في هذا المجال في بريطانيا وفي أمريكا. حتى أنا ألفت كتاب عن جراحات تجميل الأنف وجراحات الأنف والوجه من سنة 2002، يعني من حوالي 17 سنة من الآن. وهذا الكتاب قدمه رئيس الكلية الأمريكية للجراحين ورئيس الكلية الأوروبية للجراحين ورئيس جامعة أكسفورد. وهذا الكتاب كتاب تدريسي للأطباء والجراحين بكل أنحاء العالم، بيحكي عن الجراحات بشكل مفصل وطرق إجراء العمليات بشكل كامل ومفصل بالتفصيل الدقيق يعني جدا. عملياتنا بتمتاز انه كلها تحت التخدير الموضعي مع المهدئ، ما بنساوي بالانف الجرح هون، يعني هي الطريقه المغلقه. عملياتنا كلها تقريبا اقل من ساعه، والمريض ممكن يخرج نفس اليوم. كمان حتى عمليات شد الوجه، عمليات الاشفان كلها بتصير تحت التخدير الموضعي مع المهدئ. ونفس الوقت احنا في عندنا مركز بلندن وعم نقوم بتقديم خدمه نقوم بتقديم خدمة للناس بخدمة على أعلى مستوى عالمي وبأسعار جدا منطقية بالمقارنة. لكن دكتور الأسعار وايد غالي في لندن، يعني توصل عمليات إلى 10,000 باوند 15,000 باوند. كيف قادرين
يعني هني منو يقدر يدفع هالمبالغ؟ بننظم بندفع عادي مبلغ جراحة مثلا احنا من هيك بنحاسب بنسوي نشرج على جراحة الأنف حوالي 9000 يعني تقريبا 45000 درهم. نعم. لكن هون احنا مسوينا بالسعر جدا معتدل ما بين 22 إلى 25 ألف درهم. هذا بالمقارنة الناس يعني أمثالي مثلا بيجوا من برا بياخذوا سعر 45-50 مع انه خبراته منه كثير اقل من خبراتنا، لكن احنا فضلنا بخبراتنا نحن الموجوده عندنا العالي حاطين سعر منطقي حتى نخدم الناس فيه سواء من اخوان المواطنين والمقيمين، وخاصه ان عملياتنا فيها خدمه كبيره للناس، هي عباره عن خدمه اجتماعيه. معظم الناس عندها اعوجاجات في الانف، في عندها مشاكل بالتنفس، فبالتالي كثير من الناس عنده مشاكل تنفس انسداد الانف، فبتلاقي ما بتنفس بالليل بشكل كويس، دائما انفه مسدود، بيصحى الصبح تعبان اثناء النهار دائما. كيف الانسان دكتور مثلا اللي حين بيحس بانفه مسدود يمكن من الله خلقه من وقت ما خلق، كيف يحس الفرق؟ الانف المسدود بيسوي مشاكل عامه للجسم، مو بس فقط انه انفه مسدود، بصير المريض بالليل ما بينام كويس، بتنفس من فمه، ممكن يشخر، وبيصحى الصبح تعبان، أثناءها دائما نعسان، تركيزه ضعيف، إنه ما عم يأخذ هواء كفاية، يعني ما عم يأخذ أكسجين كفاية، فكمية الأكسجين الواصلة للدماغ بتكون أقل من غيره. كمان بيسوي إرهاق للقلب، إنه القلب يحاول إنه ينبض زيادة مشان يعوض نقص الأكسجين. فبتلاقي لك الشخص دائما أثناءها دائما نعسان، تركيزه ضعيف، دائما تعبان، بتجري بسرعة، بيعصب بسرعة. إنه مثلا فرضا إذا كان طالب أو طالب إنه مثلا عاد دروس بيدرس نص ساعة أو ساعة كمان حاله بيمشي وبعدين بيتجر لأنه أنفه مسدود، فدائما عنده صداع بالجبهة وبين العيون. فبالتالي جراحات الأنف جدا مهمة لتحسين كمان الصحة العامة، مو بس فقط إنه مثلا عمليات تجميل فقط. دائما في عنا اعوجاجات في الأنف خارجية، عنا اعوجاج داخلي، عنا بروز، عنا أنف عريض، عنا أنف منخفض أفطس، هي كلها قابلة للتصليح. جزاك الله خير يا دكتور. الله يسلمك. دكتور نبغى نشوف شيء قبل وبعد. على فكرة تصورناك انت تظهر ورا، ما عليه ترى، ما يبى يصور او انه حرمت تقول له لا تصور، ما عليه سوري. شيء بتظهروا انه حي قبل وبعد؟ هلا عندنا كثير صور ممكن نعرضه بشكل شيء اللي سويته قريب طبعا. ايه اقرب شيء هي عملياتنا نحن الخاصة يعني. نعم. هذا مركزنا بلندن بس كان يسال بس اوكي اللي بنفس الساعة كمان. هذا مركزنا بلندن، هي حالة شد أشفر، لاحظ كيف عنده الانتفاخات تحت العين وحول العين. نعم. شوف الفرق الكبير اللي صار بعد العملية، كيف المريضة تقريبا إن عينها توسعت، الانتفاخ كله راح فوق وتحت، هيك تحت تخدير الموضعي. نفس الشيء كمان مريض عنده انتفاخات حول العين، شوف بعد العين كيف الفرق. المريض حوالي 10 سنين. نعم. تحسن من الخلف. شوف على هي مثلا حالة شد وش، شوفوا كيف التجاعيد الاتخاءات هون، شوف المريض كيف صار، كان حسه رجع 20 سنة والثلاثين دكتور هذا أكثر. تمام. إيه صح تماما بالفعل. شوف كيف نسبة تجاعيد هون، شايف شوف كيف الشد تمام، يعني شد ما شاء الله 100%، عطي نتيجة رائعة. هي كانت تحت تخدير الموضعي مع المهندس، شايف التحسن اللي حصل، الفرق بين قبل وبين بعد. حالة كمان عنده هون إيه والله حنحون، هي دبلة شن إيه بسمونه أنتو دكتور طبيا بسموه الزخن المزدوجي، نحن حنحون من الحناحين، من أكثرها من دكتور قبل وبعد. هي اختفت تماما، شوف الانحناء هون اختفت تماما 100%. هاي شو يكون دكتور، جراحة؟ جراحة ايه جراحة. شوف من شدة من عند الإذن، من قبل وبعد. كيف دكتور ينشد؟ من ناحية الإذن بنسوي جرح منطقة، هي من شد العضلات بنسحب العضلات كلها لفوق، عضلات مع الجلد. هي حالات الأنف القبل، شوف الأنف بروز شديد، هبوط بزاوية الأنف، شوف بعد العملية أنف مستقيم تمام مثل سقة السيف صار. ايه والله ما يبالي كلام دكتور. هذا كله تحت تخدير الموضع، شوف فرق كبير كمان البروز وهبوط الزاوية، الأنف كمان مستقيم تمام، هيك تحت تخدير الموضع مع المهدئ. كمان السيدة هي شوف كيف البروز الشديد عندها مع اعوجاج مع صعوبة بالتنفس، أنف صار مستقيم تمام وتحسن. وي هذا العملية استوت دكتور في لندن ولا في دبي؟ في دبي ولندن والسعودية كمان. ما شاء الله ما شاء الله. شوف هي كمان نفس الشيء، هذا كل عمل كله تحت التخدير الموضعي، بروز الأنف مستقيم تمام مثل ما كنتم شايفين. الأنف الصيني لاحظ فرق كبير بين قبل وبعد، هي سوينا له الأنف وحتى كمان سوينا له عيون الأشطان. شوف صارت يعني كأنه شخص ثاني. والله سندريلا ما يبارك. حطينا غضوف هون منطلع هون بالأنف، وصلحنا الأرنبة والفتحات، وسوينا كمان الأشفان بيسموه تصليح، يعني شد الأشفان الصينية.
هنا استخدمنا الغضروف، هذا غضروف يتم استخدامه على الأنف حتى حسنا نرفع الأنف. من وين دكتور تجيب الغضروف هذا؟ من ضلع، من ضلع شو عند المريض نفسه من صدره يعني. والله. من صدر المنطقة هذه، من الصدر من هنا. هي. لا بالضلع هذا. شوف عند حالة اعوجاج شديد شايف طبعا يكون اعوجاج مع الأكيد الاعوجاج مترافق مع انسداد في الأنف. شايف الفرق بين بعصر الأنف مستقيم تمام متنازل والتنفس عنده تحسن كمان صار طبيعي. كمان شوف حالة اعوجاج شديد وهون عدم تنازل. صار الأنف مستقيم مثل السيف والتنفس صار طبيعي بعد العملية. من بعد العملية كم دكتور ياخذ وقت هذا يستوي هالنمونة؟ بعد العملية أسبوع بتشوفوا إنه صار الأنف يعني مستقيم وتمام، لكن الأنف طبعاً يحسن نفسه أشهر بعد العملية. بس النتيجة تكون واضحة بعد أسبوع. واضحة كم بالمية دكتور؟ بعد أسبوع تحسن فوق 80-90%. الحمد لله نعمة. بشوف الفرق هذا تحسن، تقول عن تحسن تقريباً 100%. شوف فرق بين قبل شوف بعد. بسم الله. يعني نتيجة من النتائج يعني من أول النتائج شوف الأعوجاج الشديد عظم التنفس. انسداد بالطرف الايسر تمام. هذا كان عنده انسداد. شوف الانف صار مستقيم تمام مثل السيف تنازل لاحظ التنازل اللي حصل بالانف كيف كان اعوجاج يعني الانف كان نايم على خده صار الانف عنده مستقيم تمام مثل السيف ما شايف. هي حالات الانف الافريقي كمان شايف الانف افطر صعيد قبل عم يشوف بعد العمليه حطينا كمان شيء غضوف من الضلع حطينا من الصدر اخذنا غضوف من الصدر وحطيناهم شايف بيشوف ليش كان الانف منخفض حبيبي شايف شوف كيف صار مثل السيف الانف هاي. دكتور يسمون هذا عندنا منتوفة الخشم منتوفة زين. نفس الشيء حطي هذا الغضوف من الصدر أخذينه شايف هذا الغضوف هو نفسه اللي استخدمناه عند نفس المريضة هاي أخذنا غضوف من الصدر وصلحنا له وسويناه يعني ريشيبينغ صلحنا شكله وحطيناه بالمنطقة. كم ياخذ وقت دكتور هذا؟ العملية حوالي ساعة تقريبا مع شل الضلع حتى بسيطة حتى تخدير الموضعي مع المودع ما في داعي لتخدير كامل. كان عملية حوالي ساعة تقريبا. هذا الكتاب اللي احنا حكينا عنه دكتور هذا الحين انت اللي راويتني اياه اشرحه من يد جديد هذا شو معناته هذا الشيء اللي انت راويتني هذا عبارة عن احنا خدمة متميزة موجودة عندنا هي تصوير ثلاثي الابعاد مصور المريض شوف هذا كيف انفه قبل العملية كان عنده بروز عنده هذا مجال. اول ما ياخذ قبل العملية هذا زين هذا قبل ما مثلا قال انا اريد اشوف نفسي بعد العمليه شو بكون تمام فهذا هو التصوير شوف الانف الان عدلناه احنا على الكمبيوتر كيف صار الانف مستقيم تمام زين فنحن نعطي فكره تقريبيه فقط فكره تقريبيه شايف فكره تقريبيه ما بين قبل وما بين بعد طبعا هي عباره عن فوتوشوب يعني لازم المريض ما يبني عليها يعني ما في نوع المريض تكون النتيجه تكون انه 100% ها بالعكس هو النتيجه الطبيعيه بتكون افضل مثل ما حسيتوا بالصور اللي عرضناها الصور الطبيعيه كانت افضل من هيك بس هي تعطي فكره تقريبيه تقريب يعني خدمه اضافيه تعطي فكره تقريبيه عن شكل متوقع كي يطمئن قلبي عن شكل متوقع لكن لازم الشخص ما يبني عليها يبني من لازم الشخص يبني على خبره الجراح على الصور اللي احنا حقيقيه وجناها اي نعم دائما بكون على الحقيقه بكون نتيجه افضل من الكمبيوتر احسن من 3 دي طبعا افضل من بارك الله فيك شكرا يا دكتور شكرا اخذنا من وقتك الكثير بارك الله فيك لقطنح الرجال زين شوف الله عليك بخشمه موازينه اقول لك انت تجيب من بونه خشمك ولا لا طبعا انا سويته عند دكتور بشار والصراحه انصح اي واحد خشمه معواي ولا خنفره والله كل شيء كان يبغي سيوفي كان يبغي مرفوع كان يبغي كل شيء عادي يهني ويسوي اي والله هي خشمك هذا اللي يقولون عنه الحين الدراب الدفاق اي والله وانا على فكره خشمي ما كان في عيب خلقي ولا شيء لكن كمله والكامل الله ما شاء الله شو اسمك انت ولا ما تبى ما يبغى يلا الله يحفظكم طاقم طبي من جميع الجنسيات زين فيهم ان منوعين اللي عندهم من كل بلاد من كل بلاد جايبين من فلبين من تايلاند من من مصر من جنوب افريقيا انجليز ما ادري من كل مكان ما شاء الله عليهم هذا القسم حين الحين ليبني هذا قسم زراعه الشعر على فكره زراعه الشعر انا اشوفه وايد افود وأخير إذا أنك أنت تزرع في بلادك أولاً اللي دورون الرخص في بلادك بعيد أرخص شو السبب أولاً لا بتخسر لا تذاكر ولا فنادق ولا بوكت ماني ولا عشاء وغداء وما أدري شو هني بالعكس حتى لو بتين أبو ظبي ولا من كلبة ولا من الفجيرة
من أي إمارة من إماراتنا الحبيبة بيجلسونك بيبيتونك في فندق تابع لهم، فندق فايف ستار، بيبيتونك ليلة أو شبه ليلة، أو تقيل أو تعين الله خير تصلي بغيت يعني هالشيء وايد إيجابي. على فكرة نسبة الصلع في الكرة الأرضية في العالم كله 30%، بس فقط في دولة الإمارات الله وكيلك 50%، 50% الله وكيلكم نسبة القرآن عندنا اللهم يكافي. زين، فلذلك اتي أسعارهم وايد موافقة، وتحت قانون دولة الإمارات وتحت ضمان المستشفى اللي أنت فيه تسير وتي، ولأنك أنت في القرب مراجعة كثافة، أنت في القرب بيكشف عليك الدكتور، أنت في القرب بتسير وبتي، بغيت تزيد بغيت تقصر، وتحت ضمان العيادة، والعيادة مضمونة من الحكومة، والحكومة بويضع منها الله سبحانه وتعالى. شو تبون تقنية؟ التقنية اللي في دولة الإمارات أعلى من أي تقنية في الكون، لا شرق ولا غرب. لا وزيدكم بعد، الفرعهم الثاني اللي في لندن يقدم لك نفس الخدمات ونفس السعر، يعني ما يزيدون عليك بشيء. إذا أنت سويت العملية هنا مراجعاتك وانت في لندن بلاش تكون، أو نفس تسعيرة الإمارات، ما يكون سعر بأسعار لندن، لا نفس اللي تدفعه في الإمارات تدفعه في لندن، إلا عاد إذا أنت مسوي عمليك في فرعهم اللي في لندن فأبوي تتقيد عاد هناك. كيف حالك؟ هاي والله مش نت عربي؟ لا Where do you come from? Italian. Italian. ما شاء الله you look very beautiful. Thank you. ما شاء الله عليك. Good. Thank you. What's your good name? I'm Dr. Darla. Darla, nice to meet you. You happy here? Yes, I'm really happy. In Dubai? Yes, in Dubai. You've been to Abu Dhabi? Yes, I've been there. You like it? Yeah, I prefer Dubai. Dubai and Abu Dhabi? Dubai. Two yeah. Eyes and head. Yeah. Thank you. Assalamu alaikum. Alaykum assalam. Doctor, what are you doing today? أول شيء أهلا وسهلا فيكم. طبعا أنا حابب خبرك أول شيء نحن نبي عن مركز بزرة الطبي، مركز بزرة الطبي لزراعة الشعر في دبي يقدم هاي الخدمة لكل المراجعين بأحدث مستوى ويستعمل أحدث تقنيات العالمية. نعم. بقدمها بجودة عالية جدا، وبالإضافة لذلك أنه بيقدمها بأسعار مناسبة جدا وأقل من التكلفة الحقيقية لهذه الخدمة. يعني نحن المركز بزرة الطبي بيستعمل أحدث التقنيات العالمية وبيقدم أفضل معايير الجودة والسلامة وبيطبق الشروط النظامية طبعا من قبل هيئة الصحة، ومثل ما حكينا بيقدم الخدمة طبعا بأقل كثير من التكلفة الحقيقية. بارك الله فيك. طبعا ما بدي بالنسبة للتكلفة، يعني نحن كخدمة للمواطنين والمقاومين وخدمة للمجتمع، يعني تقريبا تكلفة زراعة الشعر 10,000 درهم، بينما التكلفة حاليا 10,000 درهم. 10,000 درهم للي جاي كشل كامل، اقرع كامل طبعا. لكن ضروري يكون في شعر هني صح؟ طبعا يجب ان تكون المنطقه المانحه جيده حتى نحن نقدر نستأصل اكبر عدد ممكن من البصيلات لنغطي المنطقه بالكامل. انزين، ولكن كم التكلفه؟ التكلفه 9,900 درهم، يعني 10,000 درهم. 10,000 كجلسه اولى؟ كجلسي. نعم، جلسه زراعه الشعر. كم شعره؟ نحن انه نغطي المنطقه بالكامل من 1000 بصيلي ل 5000 بصيلي في الزرعه الوحده. في الزرعه الوحده، وكل انسان اذا مثلا هذا كلك كله تبارك الرحمن. زين، صنقحه. كم يبغي؟ كم بصيلي؟ هي طبعا هذا المريض يبغي حتى يحصل على كثافه كامله وتعديل خط الشعر وتصغير الجبهه. هذا احب اسوي له، شو بتسوي له وحينه؟ هذا المريض يبحث عن دكتور. انت من وين دكتور؟ انا من سوريا. وليش تتكلم باللغه العربيه؟ قاعد اسجلك على فكره، يا ليت لو تخبرني انت الحين تتكلم سوري نبغي. بلا من هالكلام اللغه العربيه الفصحى، كلامكم السوريين مهضوم ورقم واحد الناس كلها تفضله. مش مفهوم. لا مفهوم ونص. انزين الحين هذا الرجال يبه شو تسوي له؟ قدله شو يبه؟ يبه تعديل خط الشعر. نزيل. وزراعه المنطقه الاماميه او ما يدعى بالمنطقه الجلديه. هذه يعني اذا بتلاحظ هي المنطقه تقريبا تعاني من فراغ، وايضا المريض يبحث عن تعديل خط الشعر، راح نعدل له هاي الزوايا او ما يعرف بالنياشين او المناطق هي هاي الزوايا.
طبعا هذا المريض حتى يحصل على الكثافي الممتازي يحتاج تقريبا ل 2500 بصيلي. يعني مش 5000 هذه. 2500 بصيلي، ل 2500 بصيلي ممكن يطلعوا 5000 شعرة، لأنه البصيلي حسب وضع المنطقة المانحة عند كل مريض تختلف من شخص لآخر. هذا كيف نقدر نشوف بصيلاته؟ طبعا احنا عندنا بمركز بزرة في عندنا جهاز بمركز بزرة الطبي يعرف باسم دير مسكان. نعم. من خلال هذا الجهاز مثل ما انت شايف. هذا راسه هو حينه. هلق نحن من خلال هاي الصورة مثل ما انت شايف قدرنا نعرف شو وضع البصيلات، في منا مثلا ثلاثي، في منا ثنائي، وفي منا احادي، بس عمليا الوضع عند هذا المريض جيد جدا وفوق عن الجيد يا رجال. اشد عن القمثة ما شاء الله تبارك الرحيم. نحن عم نحكي طبعا بالنسبة للمنطقة المانحة من خلال هذه المنطقة المانحة. والله يا ابو راس ما شيء غلط عنه، بقولوا مزدوجي وثلاثي هذا هي والله توب. فهو من الاشخاص اللي بيقدر يغطي افضل تغطية وافضل كثافي بعد اجراء عملية ما شاء الله. ما شاء الله ما اقول عنك شيء. هذا يوم يقول الحضل الشلقة والبلقة ما شاء الله عليك. شو التقنيات الحين يقولون عندكم تقنيات متطوره، شو هي التقنيات المتطوره اللي غير عن البلدان الناس اللي مغير؟ نحن بالنسبه لنا بمركز بزرة الطبي بنستعمل احدث تقنيات عالميه، كل ما هو جديد في زراعه الشعر بالعالم يطبق مباشره لمركز بزرة الطبي. فنحن حاليا نشتغل بطريقه زراعه الشعر بالروبوت وزراعه الشعر بالافيو اي او ما يعرف بطريقه الاختطاف. وفي طريقة أخرى اسمها نانو اف يو اي، ونستعمل أيضا أقلام شوي بالزراعة، كل ما هو جديد. وفي عنا نحن طبعا بالنسبة لنا بمركز بزرة الطبي لبعض الأشخاص اللي بيعانوا من صلع كبير بمنطقة مانحة محدودة، ممكن نعمل مشاركة بين طريقتين بزراعة الشعر، طريقة الاقتطاف الاف يو اي وطريقة تعرف بطريقة الاف يو تي أو الشريحة، بأنه نحن ممكن ناخذ شريحة من المنطقة المانحة وبعد ما ناخذ الشريحة ممكن أيضا نعمل طريقة الاف يو اي. هي تستعمل للأشخاص اللي بيعانوا من صلع كبير ومنطقة مانحة محدودة. وأيضا نستعمل هذا الكومباينيشن أو الاجتماع ما بين طريقة الاف يو اي والاف يو تي، طريقة الاقتطاف وطريقة الشريحة أيضا بالاشخاص. الاقتطاف هو اللي دكتور الاقتطاف هو اللي شل البصيلة. البصيلات. والثاني اللي قلت عنه الاف يو تي شريحة يؤخذ ما يعرف بستريب او شريحه من الجلد. انزين بعدين تخيطونهم على بعض. نخيط على بعض. ايوه. ويتم استئصال بصيلات تحت المجهر بالميكروسكوب. بهي الطريقه بنستخدمها ما قلت لك عند بعض الاشخاص اللي بيكون صلع كبير ومنطقه مانحه محدوده، او بعض الاشخاص اللي بيتمتعوا بالشعر الكيرلي او المجعد او الشعر قطاقط قطاقط قطاقط. هذه ايضا ممكن نستخدم طريقة الاف يو تي حتى نقدر نجيب العدد اللي بدنا اياه من البصيلات اللي بيكون كافي لتغطية الصلع، بحيث انه يحصل المريض على افضل نتائج بعد زراعة الشعر. اذا حد حياته طايحات ولا قاصرات حياته او لحيته شو تسوون له؟ شيء عندكم؟ طبعا مثل زراعة الشعر ما تقتصر فقط على زراعة الصلع الموجود بمنطقة الرأس. زراعة الشعر ممكن تتم بالحواجب. كيف؟ الحواجب وين تجيبولها؟ الحواجب كل المنطقة المانحة واحدة، وهي المنطقة الخلفية من الرأس، لزراعة الحواجب ولزراعة اللحية. والله بالضبط. كل من الشعر من المنطقة الخلفية من الرأس او ايضا المنطقة المانحة. زين. طبعا في منطقة مانحة أخرى ممكن نستعين فيها يا الفضيحة. وين؟ هي الصدر. شوي زيقتني. ناخذ أحيانا شعر الصدر أيضا. فهمت يعني هذه يا رجال صف علينا. نستعان بشعر الصدر أحيانا أيضا لبعض الأشخاص اللي بيعانوا من صلع كبير وبدنا ناخذ الكمية من المنطقة المانحة وبحاجة إنه نزيد عدد البصيلات، ممكن ناخذ من الصدر أيضا. أقدر آخذ شعر من شخص آخر؟ لا 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 أبداً. مستحيل أبداً مستحيل. خوي ابن عمي يدي وخالي ولا ابن عمي ولا والله طبعاً. زي لكن الحيات في حد سويتوله عندكم صور لحية؟ لا الحيات الحواجب. معلوم عندنا صور وايد ضروري دكتور تراويني، اذا حد مسوي حيات قبل خفاف وزتوهن له نقدر؟ طبعا هي بيتعلق تعرف في خصوصية للمرضى إذن المريض انه يستعمل صوره عليه. او نشره على السوشيال. سامحني سامحني هسه شو اسوي يا دكتور؟ ما لا طبعا باب الفضول يعني. شكرا جزيلا. بالعاده الصور تبقى
لبنى يعني اذا صورت ما عليه ساعديني زين. شو عن النساء؟ عن النساء احنا عندنا قسم طبي خصوصي للنساء وكمان غرفه خصوصيه بتكون هي سويت للبرايفسي للمراه. وناخذ التقنيه بيكون زراعه الشعر الطويل، هاي التقنيه تجميليه بدون حلاقه، فينا نحن ناخذ شعر بحيث انه بعد العمليه ما يبين في اي فروقات في فروه الراس. ومن اللي يسوي لها العمليه؟ احنا عندنا فريق طبي كلهم حريم بيكونوا. والله؟ ايه طبعا. ما اقول عن شيء. شو اسمك؟ اسمي لمطه. شكرا. دكتور ها شو بسوي له؟ السلام عليكم. السلام. شو بتسوي له دكتور؟ مثل ما انت شايف نحن هذا المريض بحاجه ل دكتور لا تقول مريض، قول هذا الريال. الريال ها صاحي 16 هذا الريال. هذا الريال بحاجه لتكثيف شعر اللحيه وتعديل الخط. فنحن الان قمنا برسم الخطوط اللي بدها تتم عند الزراعه مثل ما انت شايف. وراح نقوم ان شاء الله بزراعه الدقن واعطائه افضل كثافه بتغطيه هاي المناطق الفارغه وايضا بتكثيف الشعر الموجود ايضا. أيوة. وزياده عرض الزالف. طبعا الدقن في له خصوصيه من ناحيه الزراعه دائما من ناحيه تقسيم البصيلات الى بصيلات مفرده بصيلات مزدوجه ومناطق وضعه واتجاه وضع الشعره ايضا. وطبعا نحن بمركز بزرة طبي متميزين جدا ايضا بزراعه اللحيه وعندنا نتائج رائعه. دكتور دكتور ما فيتكم حالات سويتوا له زراعه ورد حد يحط سمعنا حد يقول يطيح الشعر؟ لا لا دائما. ليش تم اختيار المنطقه المانحه هي المنطقه الخلفيه من الراس؟ لانه هذا الشعر بهاي المنطقه مقاوم للصلع الهرموني والصلع الوراثي وهن اهم سببين اللي بيؤدوا لتساقط الشعر عند اي انسان. فانت لما تاخذ الشعر من منطقه مقاومه راح يظل مقاوم ما راح ياثر عليه لا صلع وراثي ولا صلع هرموني. فمن اجل ذلك لا يمكن انه اي شعر مزروع انه يتساقط بعد الزراعه. شكرا دكتور. شكرا ابوي. اقول لكم يسدك انك انت جالس في بلادك جاي تنك الخدمه هذه وتنخدم هالخدمه وانت في بلادك، يعني ما بيطيرون عنك، موجودين قدام عينك، العياده بدخاترها بمكانها، بعد سنه بعد شهر بعد 10 شهور يزيد شيء صار شيء، ولانها مبوي رسم الخدمه. دكتور انا عرفت انك عندك معلومه تبغى تضيفها. يعني لحظه دكتور ضيفها بلهجتك السوريه هاي القحه مالتكم. أنا بس بحب خبر كل المرضى إنه نحن أو كل الأشخاص اللي راح يقوم بعملية زراعة الشعر إنه نحن من بعد عملية الزراعة لمدة 12 شهر زياراته لمركزنا مجانية. فأي شيء شوف عيدكم تعظم هلا 10,000 عيسموا بلاش أنتوا الخدمة. نحن هاي الخدمة فري ونحن يعني هاي اللي بتعطي الميز لأي شخص ممكن يزرع شعر بدبي ليس خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. شو ما حصل مع هذا الشخص بعد عملية الزراعة لا سمح الله أي شكاية أي تورم أي التهاب أي شيء، هو قريب من الطبيب اللي قام بإجراء عملية الزراعة وقريب من مركزه ونحن لمدة سنة كاملة منقدم هاي الخدمة مجانا. وبحب أقول لك أنه مو بس بدبي، حتى بالنسبة لمركزنا بلندن، فأي مريض بيعمل عمليته بدبي أو بلندن بيقدر يراجع بكلا المركزين إذا لمدة سنة كاملة بيقدر يراجع بمركز بزرة الطبي سواء بدبي أو بلندن. والله أنا لو راعي العيادة فلنشتك على هالكلام. ليش؟ غرفة مصلى بعد للرجال وشي بعد مصلى من الناس للنساء تحافظ عليهم. إي والله مصلى للرجال وصلى للنساء. أقولك تحرى عمرك ياسي بيتك حس بانتظار حريم وانتظار ريايل هناك. يسدكم يا أبوكم السح اللي عندهم. اكشف عنه بابراهيم. بابراهيم اكشف عنه لو سمحت. شوف الله عليك سحهم سحهم ظاهر من غزر مال سكري والحب كل حبة أكبر عن الثانية. عندهم قسم من غير قسم العناية بالبشرة بعد بلاد من كبر. كل السلام عليكم. عليكم السلام. دكتورة كيف حالك؟ دكتورة لا أخصائية. أخصائية. أنا كنت كلنا إحنا عادة كل واحد نشوف لابس أبيض نقول عنها الدكتور من المتعارف عليه، لكن ما عليه إن شاء الله عقبال ما تسوين دكتور. أنا سمعت أو مش سمعت شفت الصورة. نعم. اللي شبيهة هذه. نعم. زين هذه الحين الصورة شو معناتها دكتورة؟ هذه هذه شو؟ هذه كان الإيد كلها هيك سوداء عملنا له تأشير للبيشنت. نعم. هون كان عم بيأشر الجلد. نعم. وصل لهون التأشير. فهون بتشوف الفرق
يعني هذا شو هذا مرض أو هو الإنسان شيء؟ لا 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 هو بشرته سمرة متصبغة من الشمس يطلع كتير بالشمس وصار فيها تصبغ. نعم. أوكي هيدي من أول جلسة هون كان بلش يأشر. هل هو هذا أبر ولا كريمات؟ لا لا هي أحماض فواكه نحن بنحطها جلسة كل 15 يوم مرة. نعم. نعم. في ناس بيعوزوا جلستين ثلاثة أربعة على حسب قدي السويد عميق على الجلد. نعم بس يخص الإيد وال. كل منطقة بالجسم وش إيد تحت العين شفايف. الأباط. الأباط. والله. واللي بيطعن هنسود يروح. كمان إيه. بارك الله فيك هذا أحسن خبر. الله يخليك. شو عندكم بعد من الخدمات؟ نحن هون هذا قسم للبشرة عنا اللي عندهم حفر بالبشرة مثل صالحة بالشباب عنا هيدا جهاز نتيجه كتير حلوة خصوصا للي بيكون عندهم من بعد ما يطلع لهم حبوب بيكون صار ندبات يعني قصدك؟ مزبوط زين وعنا هون كمان الجهاز الليزر الكربوني كتير مطلوب ليزر الكربوني شو يعني دكتورة؟ ليزر كربوني أو أخصائي الأخصائية شو تقولوا لها؟ أخصائية الأخصائية زين يلا انت شو مسوي هو هيك قاعده هالنمونه انا سوري على السؤال يعني بنتبه وبحط دائما لازم الواحد يحط واقي شمس مشان ما يصير تصبغ بالشمس بارك الله فيك فهي هي هون الليزر الكربوني معروف انه بشيل الخلايا الميتة بواحد لون البشره بخفف افرازات الدهون عن البشره بيعمل تايتنينج يعني قبض للمسامير بظهرها انت قلت في عندك شيء تبغي تخبرنا عنه وجاي لحقنا لهون عشان تخبرنا عنه شو هو حابب خبر أني لكل الأشخاص اللي بيقوموا بعمليات زراعة الشعر في علاجات مهمة جدا نعم. ننصح فيها دائما نعم. بعد عملية زراعة الشعر نعم. أهم حقن البلازما أو ما يدعى بالبي آر بي نعم. والفيتامينات أو ما يدعى بالميزوفيتامينات أو أيضا في شيء اسمه جروث فاكتور عوامل النمو هذا بيجي أمبولات جاهزة وين ضربان الأمبولات؟ الأمبولات هذه كلها تضرب بفروة الرأس شو؟ يعني هذا اللي شعرها قصير تبغي يطول بسرعة أو للي ما فيه الشعر شو حقها؟ بالضبط للشعر الرقيق أو الشعر القصير يعني هي بتعجل بالنمو بتسرع من النمو في شيء يغلظ الشعر يسمكها؟ هي نفسها هذه اللي نسميها نحن البي آر بي والجروث فاكتور البي آر بي هي سائل البلازما الذي يؤخذ من دم كل شخص والبلازما هاي تحتوي على شيء اسمه البلازما هاي بتحتوي على الصفيحات الدموية والصفيحات الدموية بتحتوي على كمية كبيرة من الجروث فاكتور أو ما يدعى باللغة العربية عوامل النمو نعم نحن بنقوم بحقن هذه البلازما أو الصفيحات بفروة الرأس مباشرة فلما بتتحرر عوامل النمو من الصفيحات الدموية بتقوي الشعر بتسرع من نموه بتزيد من كثافته فإذا كان في خلال كم دكتور خلال كم هلق خلال ستة أشهر ممكن نحصل على طول الشعر يعادل طول الشعر بفترة سنة لو ما كان المريض حقن بلازما سبحان الله سبحان الله تسرع النمو بهاي الطريقة طبعا البلازما والجروث فاكتور اللي حكينا عنه هو أيضا علاج آخر بيجي أمبولات جاهزة مختلفة عن البلازما البلازما نحن بنحضرها من دم المريض بعد ما نسحب عيني من دم المريض لا الكروث فاكتور بيجي أمبولات جاهزة محررة والفيتامينات هي أيضا أمبولات فيتامينات تدعى بالميزوفيتامينات أيضا الفيتامينات ممكن نحن نعمل كومباينيشن أو مزج ما بين الفيتامينات والبلازما يعني أي شخص بده يغذي الشعر سواء لتقوية الشعر ومنع من التساقط أو بعد الزراعة ممكن يقوم بحقن البلازما مع الفيتامين بنفس الوقت والطريقة الحقن نفسها هي بفروة الرأس عن طريق سيرانكات صغيرة وأبار يعني تسبب بعد طبعا حق وضع المخدر الموضعي أو على فروة الرأس بعدين يتم الحقن الفروي مباشرة شكرا دكتور أهلا وسهلا شو شيء من الخدمات تقدميها لكل البنات اللي يشكون للبشر عن البشرة؟ نحن بالمركز هون عندنا كل خدمات مثلا اللي عندهم تصبغات بالبشرة اللي عندهم سواد حول العين اللي عم بحبوا يعملوا توريد شفايف حتى اللي عندهم سواد تحت القبض بالجسم عندنا تفتيح الركبة هي وايدات اللي يقولوا ركبهن سود بالضبط عندنا تفتيح يروح كتير بيتحسن كم بالمية وخلال يعني كم جلسة؟ على حسب السواد بس هو مش أقل من 80% النتيجة بتكون فعالة كم جلسة على حسب السواد قدي عميق بس مش أقل من 4 جلسات وبين الجلسة والجلسة كم؟ 15 يوم
اي يعني في خلال شهرين تردين ركبتك قشر بيضه. نعم احنا عندنا كمان هيدي حكيت عندنا كمان انواع فيشل، عندنا الفيتامينات للبشره، عندنا كمان للشعر نحن فيتامين، عندنا الجروس فاكتور خلايا جذعيه، عندنا كمان خلايا جذعيه هي بتكون مغذيه بتكثف الشعر بتوقف التساقط. هل ابر دكتوره؟ لا احنا عندنا جهاز لها يستعمل ما مش بالابر، يعني كتدليك؟ لا هو جهاز بيكون عبارة عن درمابان بينعمل. شو يعني درمابان؟ جهاز هو اسمه درمابان، في مجموعة أبر بتنعمل على الشعر مشان تدخل الجروس فاكتور على البصيلات. فعال؟ طبعا فعال. في خلال كم نتيجة؟ يعني هو هذا 6 جلسات كمان بتنعمل، جلسة 15 يوم مرة كمان بينعمل على البشرة، في نوعية للبشرة تعطي غذاء وتوحد لون البشرة وتعطي نضارة. شكرا دكتور. اهلا وسهلا. وليش انا مصمم دكتوره؟ دكتوره هو نحن اتفقنا شو قلنا هذه؟ اخصائيه. اخصائيه شكرا. اخصائيه انا عاده كل ما ازور مكان او اقوم تغطيه اي موقع اقول انا شو اسوي، اجلس بيني وبين نفسي واصور او استرسل في الكلام. انا عن نفسي الله اللي يشهد علي اني انا ارتحت من المكان هذا، من دكاترته ومن طريقة علاجهم ومن الناس الموجودة في عندهم في المستشفى او في العيادة المركز التجميلي هذا. الجماعة جادين وشغلهم روعة، وصدف اني تلاقيت ويا واحد مسوي خشمة ويا من هالدار وبعد مواطن من غير مسوي شعره. الناس كلها خير بركة، كان مواطن أو وافد أو أجنبي وكل واحد ما عندي شيء عن طريق، لكن أنا الله راد أني أتلاقى ويا الجماعة هاي بالصدفة. المراد جماعة شغلهم أكثر من رائع، وعندي ربع وادين سووا خارج الدولة، ما بخص البلد لكن سووا خارج الدولة وردوا، والعثرة اللي سووا كل حد وردوا يخدمون من يد ويد. أنا بيني وبينكم كل فخر واعتزاز أن هذا المركز موجود في بلادنا، بكل فخر واعتزاز أتباهى في هذا النوع من المراكز الصادقين في عملهم والصادقين في جودة منتجهم وطريقة شغلهم ونجاح باهر اللي هم بسوينه، سواء كان ناس سووا من قبل ما أنا أشوف أو عقب. الحين الكابتشا لك رسالية من قربوي، هذا نحن سيل من زمان، أنت شو يبتنا شيء جديد؟ تحرينا عندك شيء جديد أبوي، هذا الشيء اللي سويته أنا، وين يبلكم الجديد؟ هذا أنا شوفه جديد، أنا ما تديت أنا من مكان، جيت خارج الدولة، داخل الدولة ما تديت، اليوم هذا جيت هنا ويا زلية، وعلى هالأساس نقلته لكم وخبرتكم عنه إنه مكان يستاهل إن الواحد شوفوا. حاليا رب العالمين ميسر الأمور، اللي فيه عيب خلقي أو عنثر حال أو فيه خلل في خشمة، سبحان الله، إن الله جميل يحب الجمال. رب العالمين لم يجعل داء إلا وجعل له دواء. حد ترى الانحراف يسبب انسدار في الجيوب الأنفية، يسبب الواحد ما يروم يتنسخ، الخشم الغضروف هذا يسوي وايد أشياء، الحكاك هذا داخل الخشم وايد أشياء لعلاج. الأول ما شيء علاج، الحمد لله رب العالمين، بفضل الطب بفضل الاجتهاد وجود المستشفيات والعيادات التجميلية في بلادنا الحمد لله، يعني تيسرت الأمور وأوفر على الناس. انت لو بتصير أي بلاد العملية ب15,000، التذاكر ب10,000، انت وربيعك بتصير، ولا انت وحرمك، ولا انت ويا ولدك، ولا ويا بنتك، ولا ويا يدك، زين زين يعني وفندق وأكل وشرب مواصلات، بيطلع عليك أغلى عن بيع السوق، أكيد بيطلع عليك أغلى عن بيع السوق، ما يصدق حتى 100,000 إذا أنك بتسير هاي البلاد وبتعالج بين تذاكر وعلم وخبر. لا والله هني يبوي في بلادك وب10,000 قاصر 100 أو 10,000 قاصر 200 9,000 وما أدري كم، نسيت والله، شيء زين وفنان، صورت لكم تو الريال، وما في أي حالة اشتكت من بعد ما زرعوا لها، ها بالنسبة اللي مسوين زراعة الشعر، وما شيء سلبي يستوي عقب. وكل هالأشياء اللي هم يسوونها بلية مضاعفات أو أعراض جانبية،
تفتك ابوي من الصدع والديانة. اترد ابوي لنق رقم واحد، اترد ابوي ورا 25-30 سنة منو ما يبي غدي شباب. والله يا ابوكم ما حد يباه الشيب، لا يقولك ورا الشيب وقارن كذب، ما حد يباه الشيب. والله يا ابوكم ما حد يباه عليك من الكذب واللواته الا هذاك الطرطنقي اللي ما بهاين عليه البيزه ويبيك نزهن ال10,000 الله لا عادهن، بسوي صنقحتي او بعدل خشمي بدال ما تيلسين من حدية دستيتي هاك الخشم الخنب هالنمونه. ان شاء الله حد انك سير ابوي عنده ويعدلوني قد هالكبير والكبير من توفت الخشم يذكرون حبها خنفره هالمتل غير مدخن ولا فنيال مجلوب. لا يا مايا والحمد لله الامور طيبه. انا ما اطري تغيير ما تغيير، لا هذا تصحيح شيء الخراب. حد داعم حد طايح على وجهه، حد ابوي داعم يدار، حد لاط منه، حد كاف خنه، طايح من سيكل، طايح في طوي، حرمته صافعه النب من لاس، بعد شو بعد؟ يستوي يستوي شيء مستوي على خشم الانسان. هذا ابوي اهم مكان. العالم تي من شرق ومن غرب ولهم فرعين، فرع في دبي وفرع في لندن. اقولكم ابوي ترى بسوي اجتماع مع هذا الرجال وهذا الرجال ها وهذاك ابوي بعد الرجال. الله يسلمك. وين ابو ابراهيم المهندس منهل؟ انزين الحين ابوي كل عادي يعرف بعمره ويخبرني ويخبر الجماعه نحن وين. نحن طال عمرك في شركه مطراش بالتعاملات التجاريه والالكترونيه. نعم. ويا مرحبا بك يا طلعت فينا ان شاء الله. تشرفنا بزياره ابو محمد. والله مليون وليس والله تاريخ تاريخ وتعلمنا منه ما شاء الله. يعلك تسلم يعلك تسلم. احفظك احفظك. العود سلام عليك. الله يمسيكم بالخير جميعا. مرحبا. هذا بنت وردن ترى. هذا ابوي من هالاردن. ما شاء الله. الله يحييك. يا مرحبا. من وين ابوي في الاردن؟ من عمان، عمان الشرقيه. بعيد عنكم الزرقاء؟ والله قريب على حدود. اشوفك. مرحبا يا مرحبا. وصلت البيت الحين كم الساعة؟ عاد كم الساعة؟ 11 في الليل. جايين ابوي الكرت هذا افراح الهاملي والمنصوري. بخبركم الحين تتشرف عائلة السيد حي خميس محمد الهاملي ومطر حميد معيوف المنصوري بدعوتكم لحضور حفل زفاف نجليهما أحمد حيي خميس محمد الهاملي وذلك للرجال في تمام الساعة 4 عصرا في مجلس المشرف في يوم خميس 14 ما شاء الله قريب على السم للنساء في تمام الساعة 8:30 مساء يوم الجمعة الموافق 15/3 في فندق انتركونتيننتال أبو ظبي. حفل مكسار الساعة 8 مساء يوم الخميس 7/3 في منزل العروس الكائن في منطقة الشليلة. ودام دياركم عامرة بالأفراح. ومطرشين أبوي هادئ مطرشين هريسة ومطرشين الله يحفظكم طاستين مزرايات حلوة. الله يبارك لهم يرزقهم الذرية الصالحة.